ضمن الخطة الذي وضعها النشاط المدرسي في قسم تربية سامراء إقامة هذا المهرجان السنوي، والحقيقة تتميز مدينة سامراء يعني بالتلاوة والحفظ، وهذا ليس ببعيد عن مدينتنا، المدينة المقدسة، المدينة ذات الموروث الإسلامي، وهذه ندل على شيء يدل على الاهتمام من قبل المؤسسات الدينية في المدينة بهذا الجانب. اليوم المسابقة أظهرت لنا يعني مواهب جديدة، كفاءات جديدة، ظهور وحضور متميز للمدارس الإسلامية، وهذه لأول مرة أشاهدها من جانب الوقف السني. ومدينة سامراء دائما متفوقة ومتقدمة بالتلاوة والحفظ، حيث ظهرت لنا النتائج من عام 2008 بعد ان استتب الامن في مدينة سامراء، نحقق المراكز المتقدمة والاولى على مستوى المحافظة والعراق. دأبت المديرية العامة للتربية صلاح الدين على المشاركة والمساهمة الفعالة في مسابقات ونشاطات مركزية مهمة تظهر فيها إمكانية الطلبة الموجودين لدى المديرية. حقيقة اليوم هي التصفيات النهائية المهرجان الوزاري الذي لتلاوة وحفظ القرآن الكريم الذي سيقام في العاصمة بغداد. لذلك ومن خلال هذه المسابقة ظهرت طاقات كبيرة لدى طالبات وطلاب قضاء سامراء، ندعو بها مديرية العامة للتربية صلاح الدين والأخ مدير عام التربية صلاح الدين إلى احتضان هذه الطاقات من خلال الأخوة المشرفين بإقامة دورات توعية وإقامة دورات تقوية لتلاوة وحفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى احتضان هذه الطاقات ودعمها من قبل الحكومة المحلية. اليوم حضرنا التصفيات النهائية لطلبة مدارس قضاء سامراء في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم لكافة المراحل الدراسية. هناك ضوابط وشروط عملت وزارة التربية أن تبلغ بها المديريات العامة للتلاميذ من المرحلة الابتدائية بمعدل الحفظ، وكذلك طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أيضا بمعدل الحفظ. هناك أحكام تلاوة سيتم اختبار التلاميذ من قبل لجنة حكم وعدت لهذا الغرض. طبعا لجنة الحكم كان فيها عضو من التربية وبقية الأعضاء هم من خارج التربية، وهذا شيء جميل أولا لكسب حيادية التحكيم. اليوم نعول كثيرا على قسم تربية سامراء، لأن قسم تربية سامراء في مجال مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم له إنجازات كبيرة على مستوى القطر، كونها أنه هي أرض خصبة، كونها أنه هي أرض دينية. لذلك نجد هناك أنك ورش عمل داخل الجوامع تستقطب دورات للحفظ والتلاوة، ساهمت ورفدت معلم التربية الإسلامية وسهلت له الطريق لكي يقدم ما لديه من مواهب في مجال مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم. نأمل من خلال اليوم طبعا سيكون هناك فائزين سيمثلون القضاء، وتحديدا مثل هذا اليوم أيضا هناك مسابقة قد انطلقت في قضاء الدجيل ومسابقة انطلقت في قضاء تكريت. الفائزون من هذه التصفيات سيمثلون المحافظة في مهرجان قطري ستقرره وزارة التربية إن شاء الله. أملنا كبير بأن نحرز مركز متقدم في هذا المهرجان. أول شيء نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ثم الثناء عليه. المسابقة كانت كل شيء اجتهادي، أول شيء هو كسر لحاجز من حواجز الارتباك، ثانيا المسابقة هي كانت من اجتهادنا، يعني احنا ما متلقين تدريبات مسبقة، المشاركة كانت كلش حلوة، الجلوس بين الجمهور غير عن الجلوس على المنصة، وأتوقع إن شاء الله من المتأهلين. طبعا ضمن الخطة السنوية لقسم النشاط المدرسي في مديرية تربية محافظ صلاح الدين تقام هذه المسابقة، ولكافة المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. طبعا هناك شروط حقيقة لهذه المسابقة، وبعض المدارس حقيقة جاءتنا بعض يعني متأخرة نوعا ما، فلم يعرفوا بعض الشروط اللي أقامها قسم النشاط. لذلك نحن على العموم
كان أداء الطلبة والتلاميذ جيد، نستطيع أن نقول جيد، وبعضهم جيد جدا. هناك بعض الإخفاقات البسيطة اللي ربما لم يتعود عليها التلاميذ، وهناك بعض يعني الجرأة لأول مرة يمكن يعني يشارك في هذه المسابقة، فعند بعض التردد، عند بعض يعني الخوف أو القلق. لذلك عموما نقيمها أنها كانت جيدة، وإن شاء الله هؤلاء ستكون لهم تصفيات، سيرتقون إن شاء الله للمسابقة بين الأقضية والمحافظة، وبالتالي إن شاء الله أملنا كبير بأن يعني يوفقوا بإنجاز طيب لهذه المحافظة، ويعودوا بالخير والنجاح والتوفيق لهم إن شاء الله. كانت مسابقة جدا جميلة ورائعة، تهدف على الطلاب وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته. كانت مشاركة جميلة تشجعنا على حفظ القرآن وتعطينا دافع وتحفزنا أكثر حتى نمضي نحو الأمام للحفظ القرآن الكريم. أكيد هو طموحنا نرضي أول شيء مرضات الله سبحانه وتعالى ثم الرسول، لنحفظ القرآن الكريم ونعمل به، لأنه هو القرآن الكريم كتابنا المقدس، وهو القوانين هو اللي يعني يخلينا الحياة تستمر بحياة سعيدة ورائعة.